تعال نروح لرئيس اللجنه الوطنيه المصريه للمتاحف كده، وخبر يعني يفرح للمصريين. الدكتور خالد عزب ان فوز الاسكندريه بتنظيم مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف يعد حدثا تاريخيا غير مسبوق، واضاف انها المره الاولى من نوعها ان تفوز دوله عربيه وافريقيه بهذا التنظيم لاكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف والاثار في العالم، وبيشارك فيه ما يزيد عن 4000 خبير وشركات تنظيم معارض وخبراء في مجال تسويق المتاحف والتراث من كل انحاء العالم. ويقام بالتوازي مع المؤتمر معرض لتقنيات العرض المتحفي والمتاحف والتسويق.